أصبح اسمه مهم في عالم الرواية في العالم العربي. من يوم ما طلع روايته الأولى أوراق شمعون المصري من 3 سنين واللي دلوقتي بقت الطبعة 33، ده رقم مهم جدا، رواية كبيرة عملت مفاجأة. مين ده؟ إيه الحكاية اللي هو حكيها دي في زمن وأجواء غير مطروقة، زمن التيه لبني إسرائيل بعد ما خرجوا مع نبي الله موسى؟ رواية ما زالت محط الأنظار. السنة دي ومن كام شهر أصدر روايته الثانية عهد دميانة، اللي كمان فيها حكاية في أجواء مش مطروقة، حكاية يوسف بن صدقة اللي أبوه مصري قبطي وأمه كاثوليكية، وبيعيش في أجواء نهايات العصر الفاطمي اللي كان الوزراء والأمراء ما بين شيعة وسنة. الإطار التاريخي حقيقي وموثق وفي مجهود كبير جدا، إنما في حدوتة. أسامة عبد الرؤوف الشاذلي أستاذ جراح جراحة عظام، بيدرس تاريخ الطب في مصر وفي خارجها، وتخصص واشتهر في جراحة الكاحل والقدم. حكاية لازم نحكيها ونتعرف على واحد من الأسماء المهمة بعد روايته الثانية عهد دميانة. اليوم سأهدم أصنامي ومزق شرنقتي وغادر جسدي ويستر قلمي أقداري. اليوم سأبسط أجنحتي فوق غيوم الشك، وخلف سجاف الغيب سأبصر كل الأسرار. كان شديد التعاسة في تلك الأيام، أصابه الغم مما حاق ببني إسرائيل. بئس هؤلاء القوم، وكأنما أقام لهم موسى منزلا من قش، إن لم تشعله شرارة من نار ذرته هبة من الريح. كيف لم يصبروا على فراقه شهرا واحدا؟ يا لخوفي من عقاب الله. أسامة عبد الرؤوف الشاذلي. دكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي، أهلا بيك. أهلا يا دكتور، تفضل. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك، سعداء بوجودك. واستيقظنا في الصباح لا ندري ماذا نفعل، كان شعورا لم نختبره من قبل، فقد عشنا قرونا عبيدا لفرعون يأمرنا فنطيع. ثم أتانا بعد ذلك نبي مؤيد بالمعجزات ويتصل بالسماء، فكان أيضا يأمرنا فنطيع ويحمل عنا مشقة التفكير وتبعة تقرير المصير. ولكن هكذا صارت الأمور، وأصبح لزاما على الشعب الذي عاش مدللا في كنف نبيه كالرضيع أن يذوق مرارة الفطام. حي على طير العمل.
دكتور أسامة، من الطب إلى الأدب، أنت لخبطتنا أول ما نزلت الرواية أوراق شمعون المصري. الناس قعدت تقول إيه، مين، ليه، يعني كان في كده خطفت القارئ، قالوا ده جراح دكتور وعنده عيادة وعنده عيانين، ومرضى مرضى كانوا بيجوا يقروا الرواية ويدخلوا العيادة وبعدين يفاجئوا. يعني أتذكر مرة مريضة عملت لها عملية وبعدين في مرة جاية وبعدين بتقول لي حضرتك دكتور أسامة الشاذلي مؤلف أوراق شمعون؟ قلت لها آه. وبعد ما عملت لها العملية يعني وجات لي في الحقيقة كمان ندوة من الندوات وكانت في الجبس عادي وكل حاجة. يعني أنت عندك كاريرك الطبي ما زال كما هو واللي لك اسم فيه، إنما فاجئت القارئ بروايتك الأولى أوراق شمعون المصري، بس بالتأكيد أنت بتكتب من قبل الرواية. أصل ده مش عملي يعني، واحد أول مرة يعني احنا بنتكلم في عمل كبير. في الحقيقة يعني أنا كعلاقتي بالكتابة من مدة، يعني أنا بكتب من وأنا في أيام ثانوي مقالات وبكتب قصص قصيرة وبكتب حاجات، بس ما كانتش بصورة احترافية، يعني كانت في حدود الأصدقاء، العيلة يقروا لي حاجات من دي. وبعدين بدأت أكتب بصورة شوية شبه احترافية على الفيسبوك، بقيت أكتب بعض الروايات القصيرة أو القصص القصيرة، ولقيت تفاعل والناس مبسوطة من اللي أنا بكتبه. بدأت بقى في رواية أوراق شمعون المصري، وكنت فعلا بدأتها برضو على الفيسبوك، كنت بنشرها حلقات. وجيت في وقت قررت يعني يعني المسودات الأولى أو الكتابات الأولى للرواية دي كانت على فيسبوك، موجودة على صفحتي على الفيسبوك، وكانت الناس بتقراها وبتشجعني قوي قوي، العمل ده لازم يتنشر، العمل ده لازم يتنشر، لحد ما جه بقى وقته واتنشر الحمد لله. طب معلش يعني كنت مخلص الرواية وبتنزل أجزاء منها ولا كنت بتألفها وتنزلها؟ لا كنت يعني زي زمان كده، فاكرة أيام أستاذ نجيب محفوظ أستاذنا إحسان عبد القدوس أبا كان بينشر الروايات حلقات. بس بيكون مخلصها؟ لا مش شرط، ده كتير قوي لما نقرأ في سيرة الأستاذ نجيب محفوظ أو أستاذ إحسان في حلقات ما كانتش بتبقى خلصانة أو العمل ما كانش مكتمل وكان بينزله في حلقات. ده أنا كنت بعمل كده، يعني كنت سابق بجزئين أو يعني هي رواية أربع أجزاء، كنت سابق بجزئين وبنشر الحلقات القديمة على يعني فواصل أسبوعية وبس. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.